إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فمع كتاب جديد من كتب الحافظ ابن أبي الدنيا نعيش مع كتاب الصبر، رزقنا الله وإياكم الصبر. وهذا الكتاب هو من كتب ألفها هذا الإمام الذي هو بحق واعظ الدنيا، فكتبه مليئة بالوعظ ومليئة بالإرشاد والتربية والتوجيه، فهي خير محل لمن أراد أن يتربى أو أن يربي غيره وفق شرع الله عز وجل على منهاج السلف الصالح رضوان الله عليه. فسوف نعيش مع الأحاديث حتى لو كانت في البخاري باللفظ التي ارتضاها لنفسه وساقها من جهته. أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يصبر يصبره الله، ولم يعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من يصبر، هذه تفيدنا في شيء مهم. ماذا تفيد من يصبر؟ نعم، أن الصبر خلق تتكسبه اكتسابا، وليس كما يظن بعض الناس أنه يتواكل، فيحتاج إلى مجاهدة نفس حتى تحصل الصبر. وإذا رزقك الله عز وجل إياه من غير تعب فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإلا فالأصل أنك تحصله بتعب وبمجاهدة للنفس وبعمل، كحال أي رزق. تريد أن تحصل المال تحتاج إلى تعب، ومال تحتاج إلى تعب حتى تحصل هذا المال واستيقاظ، وقد تحتاج إلى سفر. وفي المقابل قد يرزق أقوام المال وهم في بيوتهم، فضل الله يؤتيه من يشاء. وبالتالي الله عز وجل قدر الأشياء وقدر أسبابها وأمرك باتخاذ الأسباب، لكن هذه الأسباب لا تتوكل عليها، وإنما التوكل على الله. فكم من شخص أعطاه الله عز وجل قدرات كثيرة ولم تنفعه هذه القدرات عند المحك، وآخر يسر الله عز وجل أمره من غير قدرات، فالتوفيق من الله جل في علاه. نرجع عن أبي ثعلب الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. أيام الصبر، ليس يوما ويومين، أيام الصبر. صبر فيهن مثل قبض على الجمر. استفدنا أن هذه الأيام كحال الذي يقبض على الجمر، وانظروا قال قبض على الجمر لأن الجمرة إذا قبضت عليها بقوة انطفأت، آذتك في البداية وتألمت في البداية لكنها إيش؟ انطفأت. وكذلك الفتن، في البداية بثباتك على أمر الله تتأذى وتتعب لكنها تنطفئ، بينما إذا أمسكت بهذه الجمرة بركاكة وبضعف فتجد نفسك
تبقى هذه الجمرة مشتعلة وتحرق لحمك وقد تصل إلى عظمك وتتلف يدك تماما. إذا ما الحل مع الجمرة؟ أن تمسكها بقبضة قوية تتأذى منها بداية لكنها تنتفض. وكذلك أيام الفتن والأيام التي تحتاج فيها إلى صبر، ما الحل؟ أن تصبر وتثبت على أمر الله، فسوف تتعرض للأذى لفترة قصيرة ثم تنتهي بإذن الله. ثم بشرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعامل فيهن مثل أجر 50 يعملون مثل عمله. أجر 50، طبعا في الرواية الأخرى منا أو منهم، قال: بل منكم. انظر، قال إذن هو ساقها أيضا، قال: أجر 50 منكم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: من هو أفضل، هؤلاء القوم أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك في المرتبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم هؤلاء يحصلوا حسنات أكثر من الصحابة. وهناك فرق بين تحصيل الحسنات وبين رفعة المرتبة وعلو المرتبة. وأهل العلم يشبهون هذه المسألة بحال الأمير والغني. فالغني قد يكون عنده مال كثير لكنه في المرتبة أقل من الأمير. قد يكون رجلا من الأثرياء عنده من المال أكثر من الأمير، لكن في النهاية المرتبة الأعلى لمن؟ للأمير. وبالتالي انظر الحديث الآخر، قال: إنكم ستجدون أثرة. الأثرة أي ناس يستأثرون بالدنيا بأنفسهم، وهذه الدنيا استئثارها قد تكون لك حقوق فيها لكنهم يأخذونها لأنفسهم. قال: فاصبروا، أو يكون عندهم انفتاح على الدنيا. قال: فاصبروا. فاصبروا عن ماذا؟ الصبر هنا واحد أطاعت الله، واحد عن عدم، نعم، عن حقوقكم التي ضاعت. اثنين، عن عدم مجاراتهم في المنافسة على الدنيا. من منا عنده خلوي أحدث؟ من منا عنده سيارة أفضل؟ من منا عنده بيت أوسع؟ فقط هكذا نفكر، نهلك. لا إشكال أن تكون عندك أفضل السيارات، لكن من غير حرص ومنافسة، وبشروط ثلاثة: أن تكون هذه السيارة ثمنها من حر مالك، لا أن تكون مستقرض، أن القرض للحاجة وهنا لا حاجة. والأمر الثاني أن تكون لشيء معتبر مثل المتانة والقوة والراحة. والأمر الثالث ألا تتطاول على الناس. ومع ذلك جاء الشرع وقال لك: إن البذاذة من الإيمان، أي الذي يستطيع أن يترك فاخر الأمور وهو قادر عليها وخصوصا في اللباس، فهذا خير في حقه. لما؟ لأنه لا يدخل على قلبه الابتلاء الذي قد يكون مآله إلى الاستسلام للدنيا. وبالتالي من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال: جالس المساكين. لما؟ جالسة المساكين تذكرك بنعم الله عليك، وبالتالي لا تتنافس معهم على الدنيا. كم راتبك؟ 300.
أنت راتبك 1000 مثلا أو 500 أو 800 أو 700 هات 300 طب أنا هات معناته أنا إيش أحسن منه بكثير. بينما إذا جالست الأثرياء كم راتبك 5000 أنا اللي بيجيني في هالشهر 1000 معناته فيزدري نعم الله عليه. انظر 1000 مقارنة مع الفقراء والمساكين يجد نفسه نعم الله عليه إيش كثيرة. بينما 1000 إذا جالس الأثرياء ازدرى نعمة الله عليه فبالتالي سلب شكر النعم والصبر، وهذا الذي أراده ابن أبي الدنيا في هذا الحديث. قال فاصبروا عن مجاراة الناس، فاصبروا عن ضياع حقوقكم حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الحوض، وبالتالي من الذي يصل إلى الحوض؟ الثابتين الذين صبروا على أمر الله وصبروا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا على رمي الدنيا وراء ظهورهم. قالوا سنصبر، وبالتالي أبو أدريس الخولاني عندما كان من وكان من التابعين فكان يجتهد في العبادة ويصبر عليها وينافس الصحابة فيما نقل إليه، وكان يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا وراءهم رجالا؟ والله لو زاحمنهم على الحوض. هكذا هو المنافسة بالخيرات بالطاعات بالقربات بالاستجابات، أما تنافس على جناح بعوضة ثم نجد أنفسنا في القبر. وما أسهل الموت وخصوصا في هذا الزمان. كم من قصة سمعناها في هذا الزمان عن الموت لأقوام كانوا بأجساد قوية. صلى الله عليه وسلم ختام لنا ولكم فاصبروا. قال رواية الأخرى قال دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه الحجاج الذي قتل أكثر من 100,000 مسلم. حجاج لوحده قتل أكثر من 100,000 مسلم، وكان هو على العراق وبنو أمية على الشام، فقالوا ليس لنا إلا أن نرسل الحجاج هو يقوم بأهل العراق. فقتل من قتل حتى قتل سعيد بن جبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنس أين كان أنس؟ في البصرة، وكان الحجاج حاكما للعراق ومن البصرة. فقال دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه الحجاج ما يفعل بالمسلمين وينكل بهم ويذبحهم، فقال اتقوا الله واصبروا، لا حل لكم إلا الصبر، فإنه ليس من عام إلا والذي بعده أشد منه حتى تقوم الساعة، أي حتى تلقوا ربكم. قال عثمان فسمعت مسعرا يحدث عن الزبير ابن عدي
عن أنس قال سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي هذا مرفوع وليس من كلامي، ليس موقوفا. إذن ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. وبعض العلماء يستشكل أن بعد ذلك ما بعد هذا كان هناك زمن عمر بن عبد العزيز وكان العدل، فكيف الجمع؟ فقالوا شر منه في العلم، فينتشر الجهل وبالتالي تكثر الفتن. إذن من أكبر أسباب نشر الفتن هو الجهل، ومن أكبر أسباب علاج الفتن العلم. وحقيقة عندما تكون في مسجد حي ويكون هناك إمام صاحب سنة وخطيب مفوه وصاحب سنة، تجد أن هذه الخطبة لها أثر حتى على عامة الناس. المنطقة التي فيها خطيب سلفي غير المنطقة التي ليس فيها خطيب سلفي، وخطيب حقيقي يلتقي مع الناس ويدرس الناس ويزور الناس ويختلط بالناس. أما الله أكبر ثم أنزل إلى السكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمر بن الخطاب لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. الشكر وإيش؟ والصبر بعيرين ما باليت. إيش يعني ما باليت؟ ما جعلت اهتمامي حتى أختار أيهما. لما؟ كلاهما خير. بفضل الشكر وفضل الصبر. وحقيقة موضوع الشكر أيضا موضوع له درس كامل بنفسه، وفي النهاية العبرة الثمرة وهو تقوى الله. فالصبر يقودك إلى تقوى الله، والشكر يقودك إلى تقوى الله، أي قد تبتلى بالنعم وقد تمتحن بالبلايا، وكلاهما أجر وثواب إذا صبرت أو شكرت. فلا أبالي، العبرة الثمرة وهو ماذا حصلت من تقوى. وبالتالي لا تظن أن الأثرياء لا يبتلون، هو مبتلى بماله كما الفقير مبتلى بفقره، ولا تظن الصحيح غير مبتلى، ولا تظن المريض ليس مبتلى. فهذا المريض مبتلى بالأمراض التي فيه، وبالتالي قد ينعكس عليه أن يقصر في أوامر الله. وذاك القوي قد يبتلى بصحة جسده فيسهل عليه الحرام. فلو قلنا لهذا المريض تفضل اسرق، كيف أسرق؟ أنا قادر أتحرك أسرق، ولا أقفز، ولا أصعد البيوت، ولا أكسر السيارات، ولا لا أستطيع، أنا مريض. إذن هو آثم على النية. ولو قلنا للصحيح تفضل اصعد بسهولة، اكسر بسهولة، افعل بسهولة، لكني لا أفعل لوجه الله. إذن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا يحتاج إلى صبر وهذا يحتاج صبر. وبالتالي المطيع يشكر الله، فشكر الله يكون بعبادة. لذا قال عمر لا أبالي، لا أبالي أيهما ركبت، ما باليت أيهما ركبت.
أسوأ الشكر. فبالتالي دائما إخواني في الله أنت تعبد الله على الحال الذي أنت عليه. فالحال الذي أنت عليه قد تحصل الأجور أكثر من أي حال. ما هو حالك؟ الفقر، قد تحصل الأجور بفقرك. ما هو حالك؟ الثراء، قد تحصل الأجور وأنت ثري. هل أنت صحيح؟ مريض، غريب، تعيش مع أهلك، كل ابتلاء. فأنت بحالك هذا أحسن حال لك. وتأكد كما أنك خلقت في هذا الزمان وهو أفضل زمان لك، فستموت في أحسن وقت لك. هذه عقيدتنا. فإذا نزل بنا الموت قلنا الحمد لله، وإذا نزل بمن حولنا قلنا الحمد لله، نصبر. هذا خير وقت لموتهم وخير وقت لموتنا. فالله عز وجل سبحانه وتعالى صاحب الحكمة، لكننا لابد ماذا؟ أن نرضى بقضاء الله وقدره. فإذا حييت فاصبر على أمر الله، وإذا مت فنسأل الله أن يتقبلنا وإياكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. هل هناك جسد من غير الرأس؟ وكذلك لا إيمان من غير صبر، وستبتلى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، راح تفتن، راح تفتن، راح تبتلى، وسوف يظهر بعد ذلك من الثابت ومن الذي تأخذه الدنيا الفانية. وعندما كنت في الصف التاسع، ثالث إعدادي كان أيام المسمى، وأكرمني الله بالذهاب إلى المساجد ومتابعة بعض حلق العلم، فكان الشباب الذين هم أكبر مني سنا يقولون لن تثبت، فكنت أخاف من هذه الكلمة، فيقولون سوف ترى السنة القادمة أول ثانوي اللي هو عاشر سوف تفتن في العاشر. فكنت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنما أساق إلى الموت، كأن كلامهم سلمته أنه هو الصواب، ولا أحد يشجعني. العاشر مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن تتحمل، راح تفتن. فأكرمنا الله عز وجل، خرجنا من العاشر. ثم قالوا لي: توجيهي؟ لا، خرق توجيهي أكيد، ما في مجال. وهكذا في كل مرحلة كنت أسمع من يقول لن تصبر، لن تصبر، ونسأل الله الثبات حتى الممات، ولا نأمن على أنفسنا لغاية الآن فنبقى خائفين. فإذا الصبر هو بمثابة الرأس من الجسد، وسوف تجد في الطريق إيش؟ مرجفين، أي مثبطين، مرجف لا يشجعك، لا أقول لا يشجعك فقط، بل يعمل على إحباطك. شو أنت لساتك بتشتري كتب؟ مجنون أنت في هذا بتشتري كتب؟ أنت شو بتحضر الدروس؟ مجنون انت بتحضر دروس؟ كلها دروس، ايش بيعطيكوا درس؟ الصبر لبناء الدنيا دقيقه يعني، تك تك تفضل. ولا حول ولا قوه الا بالله. ايش ماذا تريد؟ شو ماذا تفعل؟
لساتك بتروح المسجد يا ابن الحلال؟ في حد بروح المساجد الايام هاي؟ وهكذا في اشياء كثير. مطلق لحيتك هذا مخرفنه العاده. وحقيقه اكثر من يتعرض الى الهجمه النساء، وخصوصا الاخوات المنتقبات. اين جمالك؟ اين شبابك؟ اين ابداعك؟ قالت لحالك، قالت لشبابك، قالت لجمالك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يذكرني بأحد الدعاء، وكان في الشام، وعندهم في الشام عادة أنهم يخرجون في آخر الأسبوع للمتنزه، وهذا الرجل صاحب ديانة واستقامة وبناته منقبات، فخرج بزوجته وبناته إلى المتنزه، وكان الناس جالسين وهو بعيد عنهم يعني لا اختلاط، ويأكل ويشرب، فإذا بأحدهم يأتيه وقال له: أيها الشيخ. قال: نعم. قال: أليس حرام عليك ما تفعله في بناتك؟ هذا الجو جو حر، ويغطين وجوههن في هذا المقام. فقال الشيخ: ماذا سأجيبه؟ فقال: يا فلان. قال: نعم. قال: حالي وحالك مثل السيارة الخاصة والسيارة العمومي، أنا عندي خصوصي، أنت عندك عمومي، الله يسهل عليك. ففهم أن هذه درته وخصوصيته، فلا ينتفع بها إلا صاحبها. أما أنت ما عندك ينتفع بها إيش؟ الجميع. فبالتالي انظروا إلى هذه الحكم. فبالتالي نصبر. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. يعني ممكن تطلق لحيتك، لكن هل تصبر؟ ممكن تصلي الفجر في المسجد، لكن هل تصبر؟ ممكن انك تطلب العلم، لكن هل تصبر؟ رح تجيك الفتن. شو بتحضر درس؟ يا رجل روح اشتغل لك ساعتين اضافي، وبالتالي يأتيك من المال ما يأتيك يا فلان. وهكذا علم، شو علم؟ بدنا إشي طعمي خبز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهادة والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. يا الله، سلى أي ابتعد عن الشهوات. ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات. ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات. ومن ارتقب الموت تسارع إلى الخيرات. يعني المسارع إلى الخير، وأي خير أعظم من العلم بعد الفرائض؟ يعني وقت بعد العشاء إذا لم نقضه الآن مثل هذا الدرس، ماذا سنقضه؟ نتكلم في الكلام الذي لا وزن له. قال: كان الحسن يقول: ابن آدم لا تؤذي، وإن أوذيت فاصبر. لا يكون شعارك الانتقام، وإنما شعارك الصبر. قال: كان يقال: يا دنيا أمري على المؤمن يصبر عليك، لا تحولي له فتفتنيه.
شوف أمري، إيش يعني أمري؟ نعم، كوني مرة. فالمؤمن يصبر عليك، لكن وين المشكلة؟ إذا فتحت عليك الدنيا فتفتنيه. فبعض الناس عند البلاء ثابت، إذا فتحت عليه الدنيا فتن. وكان أحدهم ممن جالسناه يطلب العلم، وكان لا يترك درسا إلا ويحضره، وهذا الحكي في أول التسعين، وكنا صغارا، وكان يحملنا في حانوته في البكرم، في عفوا مركبته في بالبكرم، وكان صاحب حانوت يعني زي دكان، وكان يتنقل معنا وبنا. ثم فتحت عليه الدنيا فإذا به حانوته يتوسع، وإذا ببيته يرحل منه إلى مكان آخر ويكبر، ثم إذا بالدنيا تصب عليه صبا، فما عدنا نراه في مجلس ولا درس. ثم بدأ يلتقي بأهل الدنيا وبأهل الرتب، وثم بعد ذلك أصبح جليسهم ويجالس الكبار وعلية القوم، فإذا به يتنازل عن الثوب، يتنازل عن اللحية، يتنازل عن مجالس العلم وعن شهود الجماعة، ولا نعرف هل بقي أصلا يصلي ولا لا. وقبل حوالي 5 سنوات أو أقل كنت في مستشفى البشير، وأنا أراجع بوالدي أو بوالدتي، بوالدي على الغالب، وكنت أحمل كتابا، لأن الدور في مستشفى البشير تحتاج إلى فترة حتى ينادوا عليك. فكنت أغتنم الوقت شيئا ما بما فتح الله عليه، بقراءة كتاب، بقراءة ما تيسر من القرآن، جاهز. وأنا أقرأ فإذا بأحدهم من علي سفيان، فإذا هو أكبر مني في السن بحوالي يعني 10 سنوات. قال شو هذا؟ شو؟ قال لا أنت صابر لحيتك ولا أنت ثوبك ولا. فقلت له دعنا من هذا، أما أنت فأين أنت من حالك هذا؟ فقال نعم، حتى وصل الحال أنه يعرض علي الخمر والنساء. طبعا قال لم أصل هذه المرحلة يعني. قال نعم أنا أقر بتقصيري، وحتى أنهم بعدما رأوني هكذا صاروا يعرضون علي الخمر والنساء، يعني أنك واحد منا خلاص. قلت له ارجع، ولكنه لم يرجع. فنسأل الله الثبات لنا ولكم. فهذا معنى إيش؟ قول ضرار بن مرة أبي سنان، لا تحولي له فتفتنيه. طول ما هو سكان نزال والنظيف ومخيم الحسين والنزهة ما شاء الله. 5 صلوات وين؟ المسجد. وين حضرتك؟ في دير الغبار. فغبرت رجلاه ولم في الدنيا، ولم يعد حاله كحاله سابقا. هناك العكس، هذا العجيبة في هذه الدنيا، ترميها تلحق بك إذا اغتنمت وقتك في طاعة الله. عجيبة هذه الدنيا. شيخنا مشهور حسن دائما يقول كلمة، سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية، فالناظر لابد أن ينظر بينهما. سنة الله الكونية
أنك إذا رميت الدنيا لحقت بك، وسنة الله الشرعية اصبر على ما رزقك الله. قال سمعت الحسن يقول الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. إذن هذا توفيق من الله أنه كنز، الصبر كنز، وهذا هبة من الله توفيق. وميمون بن مهران قال الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. إذن قد تنزل بك المصيبة فتصبر، لكن هناك صبر أعظم، وهو أن المعاصي متاحة لك ومع ذلك لا تفعل، معك تلفون النت وهو الصواب أن يقال الزفت، والفتن تتراقص أمامك وترقص وتقول لك هلم إلى النار، فإما أن تتقي الله ولا تستخدمه إلا فيما يلزمك، وإما أن تنقاد وراء الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي تنبهوا إخواني أن الصبر على المعاصي، أي معاصي؟ التي تقدر على فعلها، مش الصبر على المعاصي إني معصية أسرق بنك مركزي. طب أنت مش قادر تسرق البنك المركزي، لا تقول الآن والله أنا أصبر على عدم سرقة البنك، أصلا لا تستطيع، لا يقال صبر، لكنك تصبر على ما تستطيع فعله ومع ذلك لا تفعله، تصبر على عدم الوصول إلى البنك لأخذ قرض الربا. يا جماعة في ناس راهوا على البنك ليأكلوا الربا والبنك لم يعطهم، لما؟ لأن الشروط لم تتوفر فيهم. فهذا والحمد لله آثم عن نية ولم يحصل شيئا، لا دين ولا دنيا ولا دنيا. وكذلك أحدهم والعياذ بالله أراد أن يزني بفتاة في بلاد الكفر، فعندما اتفق معها على الزنا والعياذ بالله دخل معها إلى مكان المعصية والكبيرة، فإذا به يهرب، فقيل له ما بك؟ تبت إلى الله؟ هذه مني، بمعنى أنه استفسر عن حاله، فقال عندما نزعت ثيابها فإذا برائحة البراز والنجاسة تخرج منها، مرحاض متنقل. فهذا لم يصبر على المعصية ولم يترك المعصية لله، هذا تركها إيش؟ لأنه طلعت اللي قدامه مرحاض. حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي إخواني في الله، يعني بهذا حقيقة يعني أدركنا الوقت، وإن شاء الله نتابع في درس قادم، ومن كان عنده سؤال أو استفسار فكلنا له آذان صاغية. هذا عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ تفضل. شيخ هل يسمى بها السكوت أن يسمى صلاة الله عز وجل؟ السكوت، السكوت في أي حديث؟ إن الله أباح لكم أشياء وسكت عن أشياء. سكت هذه فعل، فبالتالي قد تقال عن صفة الفعل، لكن أنا لا أريد أن أجيب ارتجالا، أحتاج إلى أن أقف على كلام شيء من أهل العلم، فبالتالي لا جواب عندي الآن، لا أعلم. نعم تفضل. بارك الله فيك. فيما سبق من أحاديث مع قوله تعالى وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أليس هذا مشعر بأنه قد يكون في تعارض؟ لا يوجد تعارض، لأننا قلنا أنه لا إشكال من أن تكون مليونير، لكن بشرط واحد
عدم التنافس على الدنيا. اثنين، أن لا تكون إلا من حلال. ثلاث، أن لا يكون في هذا المال استعلاء لك على الناس. فبعض الناس كلما ازداد مالا ازداد فائدة للمسلمين وازداد عطاء للموحدين. فبالتالي عثمان بن عفان كان من أثرياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا؟ واحد، لم يأكله إلا من حلال. اثنين، جعل هذا المال وسيلة لنفع المسلمين. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ثلاث، أنه لم ينشغل بالمال عن أوامر الله، وبالتالي هذه الأشياء. رابعا، لم يتطاول على الناس، وهكذا. نعم، غيره تفضل. شيخ، أنا بمسجد أداني الكتاب هذا من هذا الكتاب، هو العقيدة الأشعرية والمذهبية، فأنا قلت أنا أوريك إياه أشوف. نعم، هذا كتاب للأسف يحمل العقيدة الأشعرية، وباختصار هذه ليست عقيدة السلف رضوان الله عليه، وبالتالي الحذر من هذه العقيدة. نعم، غيره. لما سأل شيخ، هل القيام بالصلاة واجب أم ركن؟ سمعت بعض الشباب بيقولوا واجب. نعم، القيام في الصلاة، بمعنى إذا تركت القيام بطلت صلاتك إن قلنا ركنا، وبالتالي هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. فجماهير أهل العلم أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهناك قلة من أهل العلم من يقول أن هذا من واجبات الصلاة، فإن ترك هذا القيام مع القدرة عليه فهذا الشخص يحصل الأجر القليل في صلاته وتصح مع الإساءة. والقول الثاني على قلة قائليه له وجه من الصواب، لكن نحن لا نتصور إنسان يريد أن يصلي ويقول أريد صلاة مع الإساءة. ما يقول واحد يا شيخ دلني على صلاة مع الإساءة، فبالتالي أصبح هذا السؤال يعني نظري أكثر من كونه علميا. لكننا نثير هذه المسألة عند خاصة الإخوة وليس عامة الناس، حتى نتناقش في قواعد الفقه والأصول فنصل إلى جواب مؤصل. نعم، تفضل. الله يحفظك. الواجب على الإنسان أن يعبد الله على حالته وعليه. سامع. قلت أن الواجب على الإنسان أن يعبد الله على حالته وعليه، على حالته وعليه. قلنا ينبغي لك أن تفهم أنك الآن في هذا السن، هذا أفضل وقت لك لتعبد الله بما تستطيع. فلا تقول سأؤجل عبادة كذا وكذا بعد سنة سنتين ثلاث أربعة خمسة ست، لا، هذا هو الوقت مدام أنت مأمور فيه. اعلم أن هذا الوقت أفضل وقت لك لكي تعبد الله. مثلا الحج، عندك قدرة أن تحج وتقول أؤجل الحج، اعلم أن هذا أفضل وقت لك إيش أن تحج. تقول أنت مطالب بطلب العلم، تقول أؤجل طلب العلم، لا، هذا الوقت هو أفضل وقت لك لطلب العلم. لما؟ لأن الله عز وجل أمرك، ولا يأمرك في وقت ويكون الوقت الآخر هو المطلوب منك. وكذلك بر الوالدين، وكذلك الإحسان للجيران، وكذلك الإحسان للإخوة. أي طاعة تستطيع أن تفعلها اعلم أن هذا الوقت، وهذا يعينك على يرشدك إلى أمرين: واحد، المسارعة إلى الطاعة. اثنين، الصبر على الطاعة. فبالتالي هل نعطي درسا؟
لا نأجل لبعد الكورونا. فبالتالي إيش راحت الكورونا أيام هم يصرحوا الآن هذا الشغل عمره ما بتنتهي الكورونا. في تصريحات هاي بدها تعيش معك طول العمر، بس ممكن نعطيك لقاحات إنك إيش تتوقعها، أما بدك تعيش معها. وبدناش نتكلم في أمور الدنيا، لكن المقصد شو، متى سنعبد الله، متى سنطلب العلم، متى الشيء مش راح ينتهي. وكذلك فيما بر الوالدين، تقول أؤجل بر الوالدين الآن وأسافر لكي أحصل المال، فتتفاجأ أن أبوك وأمك ماتوا، أو أنك سافرت ما عرفتش ترجع. دائما المطلوب منك لا تؤجله، عجل واصبر عليه. وكذلك إذا مت فهذا أحسن وقت أن تموت فيه، لأنك ربما تعيش فتفتن، وربما تعيش فتنحرف. فنحن الحمد لله نؤمن بقضاء الله وقدره، لا نحتج بالقدر، وإنما نسلم للقدر بعد أن نستمسك بأوامر الله عز وجل. نعم، اللي ما سأل السؤال الأخير بعد. بارك الله فيكم. في قول أنس رضي الله عنه المرفوع: أصبره فإنه لا يأتي زمانه إلا والذي بعده شر منه، هل يحمل على الإخبار أم على النفي؟ ها، يحمل على الإخبار، أنه يخبر عن المستقبل، أن المستقبل سيأتي شر منه. فأنتم في حال الآن مع وجود الحجاج، لكن القادم سيأتي شر منه. وقلنا شر منه عند السلف هو ضياع العلم، بدليل أنه بعد الحجاج جاء من؟ عمر بن عبد العزيز. وبالتالي نحن في زمان كلما تقدم الزمان قل العلم. يعني شيخنا الألباني الإمام الكبير قارنوا مع ابن تيمية، فتجد يعني مع أن هذا إمام وهذا إمام، لكن هذا إمام لهذا الزمان، لكن مقارن مع ابن تيمية شو الشيخ ناصر رحمة الله عليه. ثم مات الشيخ الألباني فخرج علماء وطلاب، قارنهم بالشيخ الألباني يعني، وهكذا. فبالتالي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. نعم صحيح. وبالتالي الله عز وجل خلق تفاصيل ما في الأرض في 6 أيام، بينما خلق الكون والأرض في 6 أيام، لكن تفاصيل ما في الأرض هناك 6 أيام أخرى. نعم. غير أيام بالمفهوم اليوم اللي نعرفه ولا مراحل؟ لا، يوم، لكن اليوم عند ربك هذا علم عند الله، لكن هو يوم. نعم، لكن أحكام الزمان والمكان تجري على المخلوق ولا تجري على الخالق. شيخ اللي هو يعني مثلا اليوم خلق في الجبال نعم نعم غيره صحيح. نعم صحيح. هو في مسلم بس من الشيخ ابن عثيمين معلق عليه. نعم، لكنه حديث صحيح ما بتنافى مع العقيدة، زي ما ذكرت قلت لك ما بتعارض. من الخلق العام شو ماله في 6 أيام، لكن تفاصيل ما في الأرض هناك 6 أيام، فبالتالي لا يعارض القرآن. نعم، لأنه الزمان ما بيدل على الله، لماذا ذكر الأيام؟ هذا في حق المخلوقين حتى نفهم. ما إنه اليوم كمان يعني ليس كأيامنا عند الله عز وجل 1000 سنة، وذكر اليوم يعني قريب المعنى يعني. هو حتى نفهم يعني الله عز وجل جعل الليل والنهار آية ليذكر لمن أراد شكورا. فبالتالي دائما هاي الأشياء يعني ربنا يقول لك ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فهو لا يجري الزمان على الله عز وجل، لكن هذا يفيدك أنت أن تقوم وفي الثلث الأخير من الليل. فلا تقول هذا ثلث اليوم عندنا، طب هو في الصين من لسه ما جاء، وفي أمريكا ليش؟
هذا لا يجري على الله، أنت يجري عليك. وكيف ينزل؟ قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. كما قال أحدهم: أنا لا أؤمن برب ينزل إلى السماء. قال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وقال أحدهم: قل لي كيف ينزل. قالوا له: قل لي كيف الله أقول لك كيف ينزل. نعم. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.